الصنف السادس هو الأخت لأب، فالأخت لأب ترث السدس بعدد من الشروط، وإرثها السدس هنا تكملة للثلثين. فلو قيل لك من هم الذين يرثون السدس تكملة الثلثين، ستجيب بكل اطمئنان هما اثنان من الورثة، بنت الابن أو بنات الابن، أو الأخت لأب أو الأخوات لأب، ولا يكون لغيرهما من الورثة. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، أي سواء كان هذا الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، قريب أو بعيد، ما دام أنه فرع وارث. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور، وهذا يشمل الأب، فالأب يحجب الأخت لأب حجب حرمان، والجد أيضا لا يغير طريقة إرث الأخت لأب، فإنها سترث عند من يورث الإخوة مع الجد على نمط خاص سنبينه حين نأتي إلى الحديث عن إرث الجد مع الإخوة. الشرط الثالث عدم وجود الأخ الشقي، لأنه إذا وجد حجب الأخت لأب. الشرط الثالث عدم وجود الأخوات الشقيقات ثنتين فأكثر، لأن الأخت لأب كما سبق لا ترث إلا السدس تكملة الثلثين، فإذا وجدت الأخوات الشقيقات وورثنا الثلثين فقد استكملت الأخوات الشقيقات الثلثين، فلا ترث في هذه الحالة السدس إلا إذا وجد من يعصبها وهو الأخ المبارك، كما سنوضح ذلك حين نتحدث عن الأمثلة. الشرط الخامس عدم وجود المعصب، فإذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب فإنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، وترث بالتعصيب بالغير. الشرط السادس أن تكون مع أخت شقيقة واحدة فقط، وفرض هذه الأخت الشقيقة النصف، لأن الأخت الشقيقة قد تكون وارثة بالتعصيب، فلا ترث في هذه الحالة الأخت لأب معها السدس تكملة الثلثين. أما إذا كان مع الأخت لأب أخت لأب أخرى فإنهما يتشاركان في السدس، وهذه أمثلة موضحة لإرث الأخت لأب السدس. أخت شقيقة، أخت لأب، ابن أخ شقي. الأخت الشقيقة تستحق في هذه الحالة النصف لاستكمال الشروط، والأخت لأب ننظر هل تستحق السدس كما نتحدث عنه، هل يوجد هنا في هذه المسألة فرع وارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، لا يوجد. الشرط الثاني عدم الأصل الذكر الوارث وهو الأب أو الجد، هل يوجد في هذه المسألة أب أو جد؟ لا يوجد. الشرط الثالث عدم وجود الأخ الشقيق، هل يوجد أخ شقيق؟ لا يوجد. الشرط الرابع عدم وجود الأخوات الشقيقات المتعددات، وهنا لا يوجد التعدد، لا توجد إلا أخت شقيقة. الشرط الخامس عدم وجود المعصب للأخت لأب وهو أخ لأب، لا يوجد في المسألة أخ لأب. الشرط السادس أن توجد مع أخت شقيقة واحدة، هل توجد الأخت لأب هنا مع أخت شقيقة واحدة؟ نعم، ففي هذه الحالة استكملت الشروط فنعطيها السدس تكملة الثلثين، والباقي يناله ابن الأخ الشقيق تعصيبا. يكون أصل المسألة من ستة لأنها أكبر المتداخلين، فنعطيها النصف ثلاثة والأخت لأب واحد، بقي اثنان. قد تقول كيف ورثت الأخت لأب السدس تكملة الثلثين؟ نقول إذا أردت أن تعرف ذلك ضف هذا الواحد إلى مجموع الثلاثة تصير أربعة، ونسبة الأربعة إلى الستة ثلثين، فهذا معنى السدس تكملة الثلثين. لو كان معنا هنا أختان شقيقتان، وهذا اختصار، و أخت لأب وعم لأب، هل سترث في هذه الحالة الأخت لأب السدس؟ سننظر. الأختان الشقيقتان ترثان الثلثين لأنهما استكملتا شروط إرث الثلثين. الأخت لأب وهي المعنية هنا ننظر في الشروط، هل يوجد فرع وارث ابن أو بنت؟ لا يوجد. الأصل الذكر الوارث هل يوجد؟ لا يوجد. الأخ الشقيق هل يوجد؟ لا يوجد. الأخوات الشقيقات هنا وجدت أختان شقيقتان فاختل شرط، ففي هذه الحالة لا ترث
لأن الأختين الشقيقتين استكملتا الثلثين، وهي لا ترث الأخت لأب إلا في حالة عدم استكمال الثلثين، والباقي يأخذه العم عصبة، فتكون المسألة من ثلاثة، الثلثين اثنين، وهذه ليس لها شيء، والباقي للعم لأب. قلت لك أن الأخت لأب إذا وجد معها أخ مبارك فإنها قد ترث حتى ولو استكملت الأختان الشقيقتان الثلثين. فمثلا لو هنا ترك الميت أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب أيضا وترك عم لأب، ففي هذه الحالة ترث الأختان الشقيقتان الثلثين. وهنا تسبب هذا الأخ المبارك، الأصل أن الأخت لأب لا يعطى لها، لكن جاء هذا الأخ المبارك فعصبها وحجب العم لأب، فهنا تقسم التركة من ثلاثة، ثلثا للأختين الشقيقتين والباقي الثلث للأخ لأب والأخت لأب، والعم لأب لا يرث شيء. ثم نصحح المسألة من عدد الرؤوس، نضرب عدد الرؤوس الأخت لأب بواحد والأخ لأب باثنين، فنضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فنعطي اثنين في ثلاثة بستة للأختين الشقيقتين، واحد في ثلاثة بثلاثة، نعطي الأخت لأب واحد والأخ لأب اثنين. هذا إذا كان الأخ لأب مبارك، لكن قد يكون مشؤوما فيتسبب بحرمان أخته، فتنبه لهذا. وهذا مثال لحالة الشؤم، فلو أن الميت توفي عن زوج وأخت شقيقة وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج سيرث في هذه الحالة النصف لاستكمال الشروط، والأخت الشقيقة ترث في هذه الحالة النصف، والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين، لأن الأخت الشقيقة هنا ليس معها فرع وارث ولا أصل ذكر وارث الأخت لأب، وهي مع أخت شقيقة منفردة، ولا يوجد أخ شقيق ولا يوجد من يعصب الأخ لأب. لكن لو أضفنا الأخ لأب، أخ لأب، هنا سينقل ميراثها من إرث السدس إلى الإرث بالتعصيب، فستكون المسألة من اثنين، نعطي الزوجة النصف واحد والأخت الشقيقة النصف الآخر واحد، وهنا لم يبقى شيء، وهؤلاء الأخ لأب والأخت لأب عصبة، والوارث بالتعصيب إذا لم تبق الفروض شيئا فلا شيء له. فلاحظ هنا أن الأخ لأب في هذه الحالة كان مشؤوما، فإنه لما دخل على أخته تسبب في حرمانها، فقد يكون مباركا كما في هذه المسألة، وقد يكون مشؤوما يتسبب في حرمان أخته من الميراث كما في هذه المسألة. الصنف السابع، الأخ لأم أو الأخت لأم أحدهما، وهؤلاء الواحد منهم يرث السدس بثلاثة شروط. الشرط الأول الانفراد، أن يكون واحدا أخا أو أختا لأم. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة لا والد له ولا ولد، فلو وجد الفرع الوارث سواء كان من البنين أو من البنات واحدا أو متعددا فإنه يؤثر عليهم فيحجبهم حجب حرمان. الشرط الثالث عدم وجود الأصل الوارث من الذكور الأب أو الجد، فلو وجد أب أو جد أو أعلى من ذلك فإن الإخوة لأم يحجبون به. وسأضرب لك مثلا، هنا أخ لأم وهنا زوج وهنا عم لأب، فالأخ لأم لو طبقنا هذه الشروط على إرثه هنا سنرى هل يستحق السدس أو لا. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث وهو الابن والبنت أو ابن الابن أو بنت الابن، هل يوجد في المسألة هذه التي كتبتها لك أحد هؤلاء؟ لا يوجد. الشرط الأول هنا الانفراد وهو أن يكون واحدا هو واحد، والشرط الثالث هنا عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وهو الأب أو الجد، هل يوجد في هذه المسألة أب أو جد؟ لا يوجد، هذا عم لأب وهو من الحواشي وليس من الأصول. ففي هذه الحالة يعطى الأخ لأم السدس، والزوج يعطى النصف لأنه لا يوجد فرع وارث، والعم عصبة، ويكون أصل المسألة من ستة لأن الستة تنقسم على الاثنين بدون كسر.
فهي أكبر المتداخلات، فتكون من ستة، نعطي سدس الستة للأخ لأم واحد، ونصف الستة الثلاثة للزوج، وما بقي يعطى للعم لأب. فلو وجد في المسألة بنت فإن الأخ الأم لا يرث، لو وجد ابن كذلك، لو وجد أب أو جد فإنهما لا يرثان، لو تعدد الإخوة لأم سيرثون الثلث. هنا سؤالان، السؤال الأول يقول: اجتمع في مسألة واحدة أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم، كيف نقسم التركة؟ أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأم. الأخت الشقيقة تستحق النصف، والأخت لأب تستحق السدس تكملة الثلثين لأنها استكملت الشروط، والأخ لأم يستحق السدس. فالستة والستة متماثلة، نكتفي بالستة، والستة هذه تنقسم على الاثنين بدون كسر، فنكتفي بالستة ونجعلها أصلا للمسألة ستة، ثم نعطي الشقيقة النصف ثلاثة، ونعطي الأخت لأب السدس واحد، والأخ لأم واحد، بقي واحد. وهنا تكون المسألة من مسائل الرد، فنجمع هذه الأعداد، واحد زائد واحد، ننقل الواحد هنا والواحد الآخر هنا والثلاثة هذه هنا، ونجعل أصلا لمسألة الرد، فتكون من خمسة. السؤال الثاني: كيف سيكون حل المسألة إذا اجتمع جد وأخ لأم؟ سأعينك في حلها. جد أخ لأم، تتذكر أن الجد لا يرث السدس إلا إذا كان معه فرع وارث، وهنا لا يوجد فرع وارث، ففي هذه الحالة يرث تعصيب. والأخ لأم شروطه أمامك، هذا الشرط الأول الانفراد، هو منفرد هنا واحد، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، لا يوجد فرع وارث في المسألة، ابن أو بنت أو ابن ابن. والشرط الثالث عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، هل يوجد أصل وارث من الذكور؟ نعم، الجد هذا من الأصول، ففي هذه الحالة يحجب بالجد، وعلامة الحجب ميم، فلا يرث في هذه المسألة إلا الجد، فإنه يرث التركة كاملةً.